روح ليه الميريديان احد الفنادق اللي اتعمل فيها حجر. معايا تجربه لبنت مصريه ساره عصام، دي لعيبه في نادي في الدوري الانجليزي ستوك سيتي اللي بيلعب فيه رمضان صبحي، بس هي فتيات يعني، او كان بيلعب فيه رمضان صبحي وهو رافض يجدد اليومين دول وقال للاهلي عايز اروح العب في الدوري الانجليزي. ماشي يا عم، مش قضيتنا اليومين دول رمضان صبحي. سارة عصام دي بقى خدوها وراحوا مقعدينها حجر صحي في فندق المريجا اللي كان معمول عليه الهيصه والكلام. عايز اعرف وهي حاليا بتكلمنا من منطقه الحجر الصحي. مساء الفل ساره. الو، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه الحمد لله. انا دلوقتي في الحجر الصحي في فندق المريجان. احكي لنا التجربه بقى، انت دخلتي اول يوم، النهارده فات كام يوم؟ بتعملي ايه؟ بتقضي يومك ازاي؟ كنت داخله خايفه قلقانه؟ طمنيني يعني. حاضر. هو اول حاجه طبعا انا عايزه اشكر مصر ان هي رجعت ولادها من بره في ظل الظروف اللي احنا فيها الصعبه دي، وان هي اصلا عملت مجهودات كبيره قوي ان هي تعمل الطياره دي عشان ترجعنا من بره. صحيح. فدي اول حاجه بصراحه، يعني انا كنت فخوره ببلدي، وفعلا يعني انا عارفه طبعا ان الظروف في العالم كله، واكيد مصر مشغوله في حاجات تانية، وزاره الصحه وايجيبت اير والكلام ده، بس ان هم يعملوا طياره ويجيبونا دي بصراحه يعني انا حتى في عز الظروف لا اهتموا ان هم يرجعوا الناس بلدها. طيب كلميني على الاجراءات بقى. الاجراءات اللي احنا قالوا لنا واحنا في المطار هناك، حتى اجنبي قال لنا ان انت اول ما ترجعوا هتقعدوا 14 يوم في حجر، بس هتدفعوا لنفسكم. فكل حد خد ورقه عمل زي رقم باسبور بتاعه وبس. والناس نزلت مصر، اول ما نزلت مصر كنا في المطار. الو، سامعك يا سارة. كنا في المطار، بعدين طبعا قلنا يعني في ناس قالت احنا هندفع ولا لا، طبعا الناس كلها الحكومه كلها قالت لا احنا ما نعرفش الكلام ده، واكيد طبعا هنشوف لكم الموضوع ده، واكيد مش هتدفعوا جنيه، يعني الدوله هي اللي مرجعانا وعايزه تحطنا في الفندق عشان صحتنا احنا، عشان تاخد بالها مننا الفتره ال 14 يوم دي. ففعلا دخلنا كل مجموعه كانت مع ضابط بالباسبورات بتاعتهم، وطبعا كان في نظام على اعلى مستوى، كشفوا علينا الاول في المطار علشان يشوفوا لو في اي حالات كورونا. بعدين دخلنا الفندق، كل حد واخد اوضه طبعا لوحده، مفيش حد قاعد مع حد. وبيتقدم لنا الاكل كل يوم، بس بيكونوا قدام الباب، والناس اللي بتطلعه لنا بيكونوا لابسين ماسك طبعا. ودلوقتي يعني من يومين برضو قدموا لنا زي جراكن فيها كلور وفيها حاجات للتعقيم. انت قاعده في الاوضه ما بتخرجيش براها؟ لا لا لا، هو كل واحد ملتزم بالاوضه، وحتى لما بيكون في اي تعليمات من رئيس الوزراء بيجيبوا لنا ورقه وبيدوها لنا من تحت الباب علشان برضو نكون عارفين التعليمات ايه، او لو في اي حاجه جديده. سالتيهم هتمشي امتى؟ سالتيهم هتروحي امتى يا ساره؟ هم قالوا لنا 14 يوم وهنمشي، يعني المفروض ان شاء الله يوم 14 ده اخر يوم. يوم 14. ربنا يشفيكي طبعا، والحمد لله ان شاء الله ما تكونيش طبعا لا اصبتي ولا حاجه، بس انت بتاخدي اجراءات احتياطيه دلوقتي. اكيد طبعا. هم كده كده كل يوم بيكشفوا علينا مرتين في اليوم، يعني الدكتورز بيقول لنا الصبح وبالليل. ظهرت حالات؟ لا لا، ما ظهرش حاجه. هو امبارح بس بيقولوا كان في 2 سخنين، بس الحمد لله ما طلعش عندهم اي حاجه. سارة عصام، وانت بتلعبي في احد الانديه الانجليزيه الكبيره، بريطانيا ام الطب، طب ايه اللي جابك مصر؟ ما عدتيش ليه في بريطانيا وكنت خدتي حاجات وكده وادويه لا، ما انا صراحه في الظروف دي انا عارفه ان ظروف العالم كله، بس انا حبيت ارجع بلدي، انا حبيت ابقى في مصر وسط الظروف دي، وانا بحس بالامان يعني وسط ناسي وسط اهلي. وبصراحه يعني انا مبسوطه وفخوره ان الحمد لله مصر رجعتنا، ويا رب ان شاء الله اي حد بره تاني يعملوا طيارات ويرجعوهم باذن الله. هترجعي تاني لندن عشان تلعبي بقى؟ اكيد ان شاء الله مستقبلي، انا كمان بدرس هندسه هناك، فان شاء الله لازم اكمل، وان شاء الله لما اتخرج ارجع وافيد بلدي. بابا وماما والاسره فين؟ معاكي على التليفون؟ لا، الاسره موجودين هنا بس مش معايا على التليفون دلوقتي يعني، بس اكيد طبعا على التواصل كل يوم يعني ان شاء الله. بشكرك ساره على مداخلتك القيمه. ساره كانت بتلعب في لندن مصريه، الحكومه المصريه بعتت طياره
خدتها زي ما خدت مصريين عالقين في دول كتيرة في العالم، وقالت لها بصي انت وارد تبقي سليمه، وارد لا قدر الله تبقي مصابه زيك زي بقيه المصريين، نقعدك في حته كده حجر 14 يوم. هي قاعده بتقضي ال 14 يوم عادي شكلها، وان شاء الله ربنا ما يكتب عليها الاصابه بالفيروس زي الفل، هتكمل بقيه اجراءات الحجر وتمشي تروح بيتها. لازم الالتزام. هطلع فاصل قصير عندي